أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار استعداد الامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية بالنسبة للمستوى السادس دورة يونيو 2023، نخدم نموذج لمادة اللغة العربية. ولكن قبل ما نبدأ التصحيح، يعني غناخدو معلومات مهمة نهار الامتحان، ومعلومات كتعلق بالورقة، كتعلق بطريقة الإجابة. يعني في هذا الفيديو غنشوفو حتى طريقة الإجابة اللي كيعتمد عليها، لأن هناك معايير للتصحيح. يعني طريقة الإجابة يعني باش حسب لك النقطة صحيحة، يعني المعايير اللي كيعتمدو عليها الأساتذة في التصحيح. إذا هذه الورقة كتعطاكم ورقة، ونفس الورقة اللي كتعطاكم هي اللي كتجاوبو فيها. بالنسبة لمادة اللغة العربية كتكون في ورقة واحدة مع مادة التربية الإسلامية. يعني مادة التربية الإسلامية كتنقط على 10 مثلا نقط على 60، ومادة اللغة العربية كتنقط على 50. مدة الإنجاز، بالنسبة لمدة الإنجاز كما قلت لكم ساعة ونص باش تجيبوا نقاط عليه في الامتحان الإقليمي. حاولوا تخدموا بزاف النماذج، يعني ديروا الكرونو ديالكم أو الساعة أو التليفون، وخدوا يعني عملوا راسكم في جو الامتحان. يعني ديروا ساعة ونص وبداو تخدموا الامتحان ديالكم ديال العربية والتربية الإسلامية، وشوفوا من بعد المعايير ديال الإجابة، يعني واش عندكم صحيح ولا لا. إذا نتمنى لكم حظ موفق، وإن شاء الله ما يكون غير الخير وتجيبوا نقاط عالية. إذا نبداو على مباشرة التصحيح. إذا أول حاجة بالنسبة للملاحظة، النص قراوه مرة جوج لأن اعتمد عليه في الإجابة ديال بزاف الأسئلة. إذا نبداو، النص العنوان ديالو هو دار جدي. إذا هذه الدار الكبيرة ليست من الحجر ولا الطوب الأحمر، ولكنها من الطين نفسه الذي يزرع فيه القمح، قائمة على أطراف الحقل وتكون امتدادا له. هي دار فوضى دون نظام، اكتسبت هيئتها هذه على مدى أعوام طويلة. غرف كثيرة مختلفة الأحجام بنيت بعضها بجانب بعض، بعضها لها أبواب وطيئة لا بد أن تنحني كي تدخلها، وبعضها ليست لها أبواب إطلاقا. بعضها لها نوافذ كثيرة وبعضها ليست لها نوافذ. حيطانها ملساء مطلية بمادة هي خليط من الرمل الخشن والطين الأسود، وكذلك السطوح والأسقف من جذع النخل وشجر السند وجريد النخيل. دار باردة في الصيف دافئة في الشتاء، إذا نظرت إليها من الخارج دون عطف أحسست بها كيانا هشا لا يقوى على البقاء، ولكنها تغالب الزمن بشيء كالمعجزة. إذا دخلت من باب الحوش ونظرت إلى اليسار واليمين في الفناء الواسع، هنا نشير ليحفة، هنا أكياس فول بعدها خيطت أفواهها وبعدها مفتوح، وفي ركن عزة تأكل شعيرا وتردع صغيرا. وإذا شممت رائحة البيت وجدت خليطا من روائح متناثرة، رائحة البصلة والشطة والتمر والقمح والويزة والحلبة. أضف إليها رائحة البخور الذي يعبق دائما في مجمر الفخار الكبير. هذه الدار مصيرها مرتبط بمصير الحقل، إذا خضر الحقل اخضرت، وإذا اجتاح القحط وإذا اجتاح الحقول اجتاحها هي أيضا. يعيش أهلها بين تقشف وترف، فإذا جادت السماء غيثا تلونت موائدها وتنوعت، وإذا شح المطر شحت موائدها. إذا كيدار على دار قديمة، يعني التراث المغربي، إذا علاقته بالحقل. إذا هذا بالنسبة للنص. إذا نذهب مباشرة إلى المجال الرئيسي الأول اللي هو القراءة. إذا أول سؤال، أتمم خريطة الكلمة. إذا بالنسبة لخريطة الكلمة دائما تعطى في الأسئلة، هي كتاخد كلمة كتحدد النوع ديالها، المرادف ديالها، الضد ديالها، إذا وتركبها في جملة. إذا شحة فهي ماذا؟ فهي فعل. إذا نكتب فعل، إذا عندنا هنا فعل، نعم. إذا هنا بالنسبة شحة فهي فعل، إذا نكتب فعل، نعم. إذا بالنسبة مرادف شحة، إذا شحة مرادفها، إذا بالنسبة ممكن نقولوا شحة، إذا مثلا نقص أو قل أو نذر. إذا هنكتب هنا مثلا قل، إذا قل، أو مثلا ممكن نكتبو نذر، يعني مثلا، ولا نقص، إذا أقرب، إذا نقص، نقص، إذا نقص، نعم. ضدها، ضد قل ماذا؟ كثر زاد فاض، إذا نكتبو كثر، إذا كثر زاد فاض، إذا كثر زاد أو فاض، زاد أو فاض، يعني كتكتب معنى واحد وصافي. إذا غير باش تعرفوا، يعني كاين بزاف، ما كاينش غير مرادف واحد أو ضد واحد، كاين بزاف المرادفات وكاين بزاف ضد الكلمة. إذا تركيبها في جملة، شح شح الواد من الماء، إذا شح الواد من الماء، إذا شح الواد من
إذا شح الماء من شح الماء من الوادي، معنى قل الماء من الوادي. إذا هنا ننتقلوا دابا سؤال الباء. إتي بشبكة مفردات كلمة البادية. شبكة مفردات جميع الكلمات اللي عندها علاقة بالبادية. مثلا نكتبوا الحقل، إذا الحقل، إذا عندنا الحقل، الحقل. إذا مثلا عندنا الأشجار، الأشجار، مثلا الأشجار. كذلك ممكن نكتبوا الأرض، الأرض. كذلك ممكن نكتبوا الماشية، إذا الأغنام أو الماشية، إذا الماشية أو الأغنام أو الحظيرة، إذا ممكن نكتبوا الحدي، الحظيرة. إذا كذلك عندها علاقة بالبادية. سؤال موالي، أجب من خلال النص عما يلي. تحدث الكاتب عن الحراس داخل الدار جدي، كيف يحار الدار في الصيف وفي الشتاء؟ إذا قال باردة في الصيف ودافئة في الشتاء. باردة في الصيف، باردة في الصيف، وماذا؟ إذا باردة في الصيف ودافئة في الشتاء، ودافئة في الشتاء. إذا باردة في الصيف ودافئة في الشتاء. نعم، ننتقل إلى السؤال باء. ما هي الحواس التي اعتمد عليها الكاتب في نعته لدار جده؟ إذا بالنسبة رجعنا النص، اعتمد على عدة حواس، إذا أعوام، إذا هنا بالنسبة امتداد، إذا حاسة البصر، كذلك حاسة اللمس، حاسة الشم، إذا مجموعة ديال الحواس التي اعتمد عليها في وصف دار جده. إذا نكتب هنايا حاسة، إذا حاسة البصر، حاسة البصر، حاسة اللمس، إذا حاسة البصر، حاسة اللمس، ويعني حاسة الشم، حاسة الشم، حاسة الشم. نعم، إذا هنا بالنسبة هنا عندنا حاسة الشم، إذا حاسة الشم، إذا نكتب حاسة الشم. نعم، إذا هذا بالنسبة للسؤال باء. ننتقل إلى السؤال الثالث. ورد في النص أن الدار توجد في البادية، استخرج من النص ما يدل على ذلك. إذا رجعنا النص، دائما عشان نقول لكم نبقى مرتبطين بالنص. إذا جدع النخلة قائمتان، نفسه الذي يزرع فيه القمح، أطراف الحقل. إذا مجموعة دي الكلمات اللي تدل على أنه في البادية. إذا كتبوا هذه الكلمات اللغوية أو الدلالات. إذا هنا مثلا كتبوا كذلك مثلا من الطين نفسه، من الطين نفسه الذي يزرع منه القمح، من الطين نفسه، من الطين نفسه الذي يزرع فيه القمح، الذي يزرع فيه القمح، يزرع فيه القمح، يزرع فيه القمح. كذلك ممكن كتبوا إذا هنا، إذا من الطين نفسه الذي يزرع فيه القمح. كذلك ممكن كتبوا عندنا قائمة على أطراف، قائمة على أطراف، قائمة على أطراف ماذا؟ على أطراف الحقل، قائمة على أطراف الحقل. كذلك في الفناء الواسع، إذا هنا في إذا الفناء الواسع. كذلك ممكن كتبوا هنا ليجف، هناك أكياس الفول، إذا هناك أكياس الفول، هناك أكياس، إذا هناك أكياس الفول، هناك أكياس الفول، هناك أكياس الفول. إذا هذا بالنسبة للسؤال الثالث. ننتقل إلى السؤال الرابع. حددي الأفكار أو حدد الأفكار الأساسية للنص. إذا هنا بالنسبة كاين وصف المظهر الخارجي للدار، وصف المظهر الخارجي للدار، وصف المظهر الخارجي للدار، وصف المظهر الخارجي للدار. نعم، كذلك ممكن نقولوا بالنسبة من غير وصف المظهر الخارجي للدار، إذا من وصف المظهر الخارجي وصف المظهر الداخلي، إذا نقول وصف المظهر الداخلي للدار، وصف المظهر الداخلي إذا المظهر الداخلي للدار. وممكن نكتبوا كذلك عندنا في الفقرة الثالثة ارتباط الدار بالحقل في أوقات الخير والجفاف. إذا ارتباط، ارتباط الدار بالحقل، إذا ارتباط الدار بالحقل،
إذن في أوقات الخير والجفاف، في أوقات الخير والجفاف. إذن هنا بالنسبة للتلخيص ديال الفقرة الأولى والفقرة الثانية والثالثة، إذن والجفاف، إذن الفكرة العامة أو الأفكار الأساسية، إذن الفكرة الأساسية ديال الفقرة الأولى وديال الفقرة الثانية والفقرة الثالثة. ننتقل إلى السؤال الخامس، حدد نوع الخطاب في هذا النص. إذن بالنسبة لنوع الخطاب، هل هو سردي أم وصفي أم حجاجي؟ إذن كما كتشوفوا ليس سردي، فهو وصفي لأنه يصف، إذن وصفي لأنه يصف الدار من الداخل من الخارج، إذن فهو وصفي. إذا ننتقل للسؤال الموالي، السؤال السادس، لخص في جملة واحدة الفقرة الأخيرة من النص. إذن في جملة واحدة، إذن هنايا بالنسبة لارتباط الوثيق للدار بالحقل أيام الخير والجفاف، إذن ارتباط الوثيق، الارتباط الوثيق، إذا نكتبوا الارتباط هنا تعريف، الارتباط الوثيق، إذا الارتباط الوثيق لماذا؟ للدار بالحقل أيام الخير والجفاف، أيام الخير والجفاف، أيام الخير والجفاف. إذن الارتباط الوثيق للدار بالحقل أيام الخير والجفاف. نعم، ننتقل إلى السؤال السابع، حدد القيمة التي يروجها النص مما يلي. إذن النص يروج ماذا؟ الاعتزاز بالتراث أو الصدق أو التعاون، الاعتزاز بالتراث القديم، إذن الاعتزاز بالتراث. ننتقل إلى السؤال الثامن، أتفضل أو هنا أتفضل أو أم تفضلين المحافظة على البيوت التقليدية العتيقة بترميمها وإصلاحها أم هدمها واستبدالها بدور عصرية جديدة؟ علي جوابك، إذن أفضل، إذن كجواب أفضل المحافظة على البيوت التقليدية بترميمها. إذن كل واحد يجاوب ديالو، قلت محافظة على البيوت التقليدية العتيقة لأنها تعبر عن تراثنا عن ماضينا، وممكن شي واحد آخر يقول بترمي إصلاحها أو هدمها لأنها تعتبر خطيرة إلى آخر، يعني ممكن تكتب أنت يعني الجواب اللي عتختاره تكتب التعليق ديالو. إذن أفضل المحافظة على البيوت العتيقة، على البيوت العتيقة لأنها تعبر عن حضارتنا وهويتنا، تعبر عن حضارتنا وتاريخنا وهويتنا. وإذا ممكن تكتب العكس الجواب وتقول لأن البيوت القديمة تهدد سكانها لأن معرضة ل إذن هذا بالنسبة للجواب، يعني دائما في الرأي ديالك تقول الرأي ديالك ولماذا، يعني ورأيك يحترم، إذن إما مع أو ضد. إذن دائما هذا السؤال كيتعطى آخر سؤال، كيتعطى في المجال الفرعي الأول وكذلك في الفرنسي كيتعطى في كومبريونسيون دو ليكري، كيتعطى السؤال ديال إبداء الرأي. إذن غنكتفيو بهذا القدر باش مطولش عليكم الفيديو، ومن بعد نكملو المجال الرئيسي الثاني. نتمنى يكون فتكم، شكرا وإلى اللقاء.